مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وطلاب الصف الثاني عشر المقدم، اليوم بندرس معا إن شاء الله درس مهم جدا في حياتنا اليومية، اللي هو موضوع البوليمرات. البوليمرات تدخل في كل شيء في حياتنا، تعرف صناعة البلاستيك، الستائر، السجاد، أكياس التعبئة، تدخل البوليمرات في كل حاجة في حياتنا. كلمة بوليمر معناها إيه؟ قبل ما نقول معنى كلمة بوليمر، اللي هدف من موضوع الدرس بتاعنا أن يتعرف الطالب على معنى عملية بلمرة، إيه معنى البوليمر، إيه معنى المونومر. يقارب بين نوعي البلمرة المختلفة، بلمرة إضافة، بلمرة تكاثر. أن يعرف الخواص العامة للبوليمرات والخواص التي يتوقف عليها البوليمر. كلمة بوليمر معناها بوليمير، ما تعني عديد الجزيئات. بولي يعني عديد، مير يعني جزيئات. فالبوليمر هو جزيء ضخم يتكون من العديد من الوحدات البنائية المتشابهة والغير متشابهة، تسمى مونومرات. البوليمر جزيء ضخم، جزيء عملاق، جزيء كبير، جزيء ذات كتلة جزيئية كبيرة، يتكون من وحدات صغيرة متشابهة وغير متشابهة. هذه الوحدات الصغيرة تسمى مونومير. مونومير، طيب ايه هو المونومير؟ كلمة مونو اي احادي، مير يعني جزيء. فكلمة مونومر هو مركب كيميائي صغير او مركب كيميائي بسيط، ذو وزن جزيء صغير يرتبط عدد كبير منه ليكون بوليمر. بالمونومر هو الوحدة البنائية التي تتكون منها بوليمر. عملية البلمرة هي العملية التي يتم فيها اتحاد عدد كبير من جزيئات المونومر يكون بوليمر. يعني قلنا بوليمر جزيء ضخم وجزيء عملاق بيتكون من وحدات صغيرة تسمى مونومر. ما أنواع البوليمر؟ البوليمرات في حياتنا، فيه بوليمرات طبيعية لا دخل للإنسان في وجودها أو تكوينها، وفي بوليمرات صناعية اللي هي صنعها الإنسان. البوليمرات الطبيعية هي البوليمرات التي تتكون داخل أجسام الكائنات الحية زي الإنسان والحيوان والنبات. بوليمر بتكون داخل أجسام الكائنات الحية زي النشا، زي السيلولوز، زي البروتين، زي الجليكوجين. دول أهمهم، نشا، سيلولوز، بروتين، جليكوجين. البوليمرات الصناعية هي البوليمرات التي تمكن الإنسان من تصنيعها من مشتقات البترول، صنعها الإنسان، زي بولي إيثين أو بولي إيثيلين، بولوبروبين أو بولوبروبيلين، بولي فينيل كلورايد، بي في سي، نايلون، بولي إستر، تيفلون اللي احنا بتطلب عيون الطهي من الأتساق، بلاستيك، بلاستيك كتير. فالبوليمرات نوعين، في بوليمرات طبيعية في صناعية. أهم البوليمرات الطبيعية اللي عندنا أهم نشا، سيلولوز، بروتين، جلايكوجين. دول أهم. الصناعي معظم بوليمرات ايه؟ صناعية زي ما نشوف. ما أنواع البلمرة؟ بلمرة نوعين، في بلمرة إضافة، في بلمرة تكاثر. ما نوعي البلمرة؟ بالإضافة وبالتكاثر. بلمرة إضافة تتم بين مونومرين من نفس النوع، مونومرين من نفس النوع يكون غير مشبعين، يعني الربط ربطة ثنائية، يعني الكينات. تتم بين مونومرين غير مشبعين من نفس النوع،
حيث تنكسر الربط الثنائية وتتحول ربط أحدين. بالإضافة ممرين من نفس النوع غير مشبعين تنكسر الربط الثنائية وتتحول ربط أحدين. بينما بمونومرات التكاثف تتم بين مونومرات مختلفة تحتوي على الأقل على مجموعتين وظيفيتين تحتوي على الأقل على مجموعتين وظيفيتين ويصاحبه فقد جزء صغير مثل الماء أو كلوريد الهيدروجين أو الأمونيا. بالإضافة مونومرين من نفس النوع تكاثف مونومرين مختلفين عادة. في الإضافة تنكسر الربطة الثنائية وتصبح ربطة أحدية. التكاثف لابد أن يحتوي المونومير على اثنين من مجموعات الرضافية على الأقل. طيب طبيعة المونومر في الإضافة بيكون غير مشبع، هنا يحتوي على مجموعتين وظيفيتين على الأقل، يعني هنا ربطة ثنائية كله من نفس النوع. وفي الإضافة مونومرين غير مشبعين الربطة الثنائية من نفس النوع، بينما في التكاثف مونومرين مختلفين تحتوي على الأقل كل مونومر على اثنتين أو اثنين من مجموعات الوظيفية. الناتج دائما احنا عارفين ان اي تفاعل اضافه في ناتج واحد بس، ناتج واحد، يعني لا ينتج ماء ولا امونيا ولا HCl ولا بجي، هو اضافه بس ناتج واحد، حيث تتحول الروابط الثنائيه الى روابط احاديه. بينما في التكاثف في ناتجين، في ناتج رئيسي وهو البوليمر، ناتج رئيسي وهو البوليمر، وناتج ثانوي بيكون الماء عاده، الماء عادة أو HCl أو أمونيا. يبقى في الإضافة ناتج واحد وهو البوليمر، تكاثف في ناتج رئيسي وهو البوليمر، وفي ناتج ثانوي آخر وهو الماء عادة أو HCl أو أمونيا. من أمثلة بوليمرات الإضافة التي منها بولي إيثين أو بولي إيثيلين، بولي بروبين أو بولي بروبيلين، بي في سي أو بولي فينيل كلورايد، بولي استيارين، تيفلون. كل البوليمرات دي بوليمرات صناعية، يعني أي بلمرة إضافة بوليمر صناعي. يعني من أمثلة بلمرة إضافة أنا تعرفهم كويس بولي إيثين، بولي بروبين، بولي فنيل كورايد، بولي استيارين، مش بولي إستا، لا بولي استيارين، لأن يعني بولي إستا عرف تكاثف التيفلون وده كله بوليمر صناعي. من أمثلة بلمر التكاثف منها ما هو بولمر طبيعي ومنها ما هو بولمر صناعي. يبقى بلمر التكاثف منها ما هو بولمر طبيعي ومنها ما هو بولمر صناعي. طبيعي زي النشا، بروتين، سيلولوز، جلايكوجين. يبقى تاني بولمر الطبيعي زي النشا، بروتين، سيلولوز، جلايكوجين. بولمر طبيعي نشا، بروتين، سيلولوز، جلايكوجين. ونوع البلمرة فيه بلمرة تكاثف، أي بولمر طبيعي بلمرة تكاثف. بولمر صناعي وفيه بلمرة تكاثف زي النايلون والبوليستر. فأنا أقول لك سؤال، ما نوع البلمرة في النايلون؟ قول تكاثف. ما نوع البلمرة في البوليستر؟ تكاثف. ما نوع البلمرة في البولي إيثين؟ إضافة. طيب أي من الآتي بولمر طبيعي؟ على طول يكون نشا أو سيلولوز أو بروتين أو جلايكوجين. ده مشهد يوضح كيف تتم عملية البلمرة بالإضافة. نشوف هنا واضح إن في ربطة ثنائية، ربطة ثنائية، كل المونومر من نفس النوع، هذا الجزء هو الجزء نفس الجزء، مونومرات من نفس النوع. إيه اللي بيحدث؟ تعال نشوف ماذا يحدث. تتحول الرابطة الثنائية إلى رابطة أحادية. الرابطة الثنائية قصر ده نشوف تاني، تتحول الرابطة الثنائية إلى رابطة أحادية. رجعنا تاني اهو، الرابطة الثنائية تحولت لرابطة وهذه هي اللي بتتم بالمرة الإضافة. مثال تاني،
شوف هنا كده، شوف البوليسين. البوليسين عبارة عن جزء من الإيسين. إن عدد مرات تكرار عملية البلمرة، الربطة الثنائية بين ذرتي كربون ونوع البلمرة على طول بلمرة إضافة. كل اللي بتم تتحول الرابطة الثنائية إلى رابطة أحادية. قوسين كبار كده وإن كده في النهاية. طيب نوع بالمرة هنا بالمرة إضافة. طب البولي إيسين إضافة، طبيعي صناعي بولمر صناعي، اسم المونومر إيسين. فيما يستخدم البولي إيسين في أكياس التغليف وألعاب الأطفال والأدوات المنزلية وعجل الكهرباء. ممكن يجيلك سؤال إزاي؟ يديك صيغة الإيسين يقول لك ما الصيغة الكيميائية للبولمر الناتج عن هذا الجزيء؟ كل اللي بعمله تتحول الرابطة الثنائية إلى رابطة أحادية قوسين كبار وإن بالآخر. أو يديني صيغة البولي إيسين يقول لي ما صيغة المونومر المكون لهذا البولمر؟ هنعزم الأقواس، شيل إن خالص ونخلي الرابطة رابطة ثنائية. إن هنا تشير أن عملية البلمرة تتكرر مرات عديدة. طيب جزء تاني، لو جبنا البروبين. البروبين هو الإيسين بالظبط، ما اختلاف واحد. إن في البروبين بنستبدل ذرة هيدروجين في الإيسين بموضوع ميثيل. يعني لو جبنا إيسين وبدلنا ذرة هيدروجين فيه بمجموعة مجموعة ميثيل، هذا الإيسين عندنا. لو بدلنا الإتش الأولانية دي بسي إتش 3 هيبقى بروبين، وبدلنا الإتش دي بسي إتش 3 هيبقى بولي بروبين. إذن أي بالمرة بالإضافة أصلها الإيسين. طيب هذا البولي بروبين، بولي بروبين أو هذا البروبين CH3 CH دبل بوند CH2. جبنا عدد كبير جدا من الجزيئات، تتحول الرابطة الثنائية إلى رابطة أحادية. ودائما البالمرة بتتم بوجود ضغط حرارة عامل حفاز. بالمرة تحتاج ضغط حرارة عامل حفاز. إذا تحولت الرابطة الثنائية إلى رابطة أحادية. طيب نوع البلمرة في البولي بروبين بلمرة إضافة. نوع البولمر طبيعي أم صناعي؟ صناعي. اسم المونومير البروبين، اسم البولومير بولي بروبين. إذا شرط التفاعل حرارة وضغط وعامل حفاز. ما خصائص البولوبروبين؟ سؤال كويس. خصائص البولوبروبين يمتاز لمتوسط الصلابة، شفاف، عازل للحرارة، غير نصف كيميائيا. يبقى خصائص البولوبروبين متوسط الصلابة، شفاف، عازل للحرارة، غير نصف كيميائيا. لذلك بيستخدم في صناعة أوان وحفظ المواد الكيميائية، الحقائب، الملابس، وخيوط السجاد والحبال. طيب نعمل مقارنة بين البولي إيثين منخفض الكثافة والبولي إيثين مرتفع الكثافة. بولي إيثين منخفض الكثافة وبولي إيثين مرتفع الكثافة. المونومر لو دينستي بولي إيثين وهاي دينستي بولي إيثين. المونومر إيثين، المونومر إيثين تحضير درجة حرارة وضغط مرتفعين
ضرب 200 سيليزية ضغط 2000، بينما في البول اي سي مرتفع الكثافة ضغط منخفض 1 اتموسفير وضغط 50 سيليزية. في التفرعات في البول اي سي منخفض الكثافة كثير التفرعات، لما هو كثير التفرعات تمنع اقتراب السلاسل من بعضها وتصبح القوى البينية ضعيفة. يبقى هنا وجود كثير التفرعات البول اي سي منخفض الكثافة، كل ما تزيد التفرعات بين السلاسل التفرعات تمنع اقتراب السلاسل من بعضها فتضعف القوى البينية، بينما البول اي سي مرتفع الكثافة لا يوجد تفرعات بل تكون السلاسل مستقيمة متقاربة ومتراصة، وبالتالي تزداد القوى البينية بين ايه السلاسل اللي هي طبعا القوى البينية اللي هي قوى المتشتتين. هنا قوة التجاذب ضعيفة، صلابة أقل، كثافة أقل، انصهار أقل، متانة أقل. يستخدم المنخفض الكثافة في العواز القرب. إذن في البولي إيسين منخفض الكثافة كل شيء منخفض، كل شيء منخفض، الصلابة أقل، الكثافة أقل، الانصهار أقل، المتانة أقل، التفرعات القوى البينية ضعيفة اللي قانون ضعيفة جدا. يبقى كل حاجة فيها منخفضة ما عدا حاجتين، درجة حرارة وضغط مرتفعين والتفرعات كتير. إذا البول إيسين منخفض الكثافة كل شيء فيه منخفض ما عدا الحرارة والضغط مرتفعين، حرارة 200 ضغط 2000 والتفرعات كثيرة. البول إيسين مرتفع الكثافة كل شيء مرتفع، كل حاجة مرتفعة، قوة بينية قوية، صلابة أعلى، متانة أعلى، كثافة أعلى، انصهار أعلى ما عدا درجة حرارة وضغط منخفضين. يبقى درجة حرارة 50 سيليزية وضغط إيه 1 أتموسفير. يبقى عشان نعرفها باختصار شديد، في البول إيسين المنخفض كل شيء منخفض مع الحرارة والضغط مرتفعين والتفرعات كثيرة. البول إيسين مرتفع كثافة كل شيء مرتفع مع الضغط والحرارة منخفضين ولا يوجد إيه تفرعات. طيب خواص البولي إيسين وبعض البوليمرات والبولي بروبين والبولي كلوريد الفينيل والتفلون، نشوف خواص دول واستخدامات كل واحد إيه فيهم، خواصهم واستخداماتهم. أول حاجة عندنا البولي إيسين خواصه إيه؟ طبعا بتلاقي فيه تشابه كتير جدا بين خواص معظم البوليمرات. يعني بول إيسين رخيص، متين، عازل للماء، سهل التشكيل، يستخدم في أكياس البلاستيك، أكياس التغليف ولعب الأطفال والأدوات المنزلية وعازل الكهرباء. البولي إيسيلين البولي بروبين توسط قاسي صلب متين يمكن تشكيله، يستخدم في الحبال والسجاد وعبوات الطعام والماء، كذلك يستخدم في أوعيات حفظ الكيماويات، لأن احنا زي ما قلنا إن هو من الخواص البولي بروبين زي ما ذكرنا هنا متوسط الصلابة وشفاف وعازل للحرارة وبرمش كيميائي. طيب البولي فينيل كلورايد بي في سي من خواص رخيص مرن عازل للكهرباء، يدخل في أنابيب البلاستيك والأكياس وأنابيب المياه وأغطية الأرضيات. التفلون طبعا كلنا عارفين التفلون ده أواني التفال، رخيص وعازل سنة في أوان الطهي لأنه غير قابل للإلصاق. إذا التفلون يستخدم في أوان الطهي وغير قابل للإلصاق. كل البوليمرات اللي احنا شايفينها دي بولي إيثين، بولي بروبين، بولي فينيل كلورايد، التفلون، دي كل ده بوليمرات صناعية ونوع البوليمر فيها إضافة. بوليمرات صناعية ونوع البوليمر فيها إيه إضافة. طيب أنا شكله يوضح لي أثر التفرعات على خواص البوليمر
وعصر ما يكون السلاسل المستقيمة. طبعا لما يكون السلاسل المستقيمة تزداد الصلابة بين سلاسل البوليمر، تزداد قوى الأنظر التشتتية، بتزداد درجة الانصهار وصلابة البوليمر. لما يكون السلاسل المستقيمة أي مترصة ومتقاربة، فتكون قوى الأنظر التشتتية قوية، فتزداد درجة الانصهار وصلابة البوليمر. بينما التفرعات تعمل كحواجز، التفرعات اللي شايفينها دي كده تعمل كحواجز، بتضعف قوى الأنظر التشتتية، تضعف قوى الأنظر التشتتية وتقل صلابة البوليمر ودرجة الانصهار أصلا. تعال نشوف. طيب سؤال من جابري، أي من البوليمرات التالية ندعم بالمرة إضافة؟ النايلون أم النشا أم البوليستر أم البوليبروبين؟ إضافة بولي على طول، بولي بروبين إضافة. معظم بوليمرات الإضافة فيها كلمة بولي، معظم بوليمرات الإضافة فيها كلمة بولي بالمرة إضافة، ما عدا البوليستر. بوليستر بولي بس تكاثر. طيب أي من الآتي صحيح بالنسبة للبوليمر التكاثر؟ ينتوي البوليمر آخر ومركب آخر ثانوي، تحرز بين مونومرات من نفس النوع، نوع البوليمر طبيعي أم صناعي أو صناعي. إحنا قلنا بالمرة التكاثر زي ما شرحناها تتم بين مونومرين مختلفين، كل بوليمر يحتوي بوليمر يحتوي على الأقل على اثنين من المجموعات الوظيفية، يكون في ناتج رئيسي وفي ناتج ثانوي وعادة بيكون معه. إذا في بالمرة التكاثر ينتج بوليمر طبعا كناتج رئيسي ومركب آخر ثانوي عادة ما يكون الماء. تحرز بين مونومرين من نفس النوع، لا مونومرين من نفس النوع دي بالمرة إضافة على طول، مونومرين من نفس النوع دي إضافة، بينما التكاثر مونومرات مختلفة كل منهما اثنين من المجموعات الوظيفية، في ناتج رئيسي في ناتج ثانوي. إذا في التكاثر ينتج بوليمر ومركب آخر ثانوي صح. نوع البوليمر قد يكون طبيعي أو صناعي، أيوة، لأن إحنا عندنا من بوليمرات التكاثر منها ما هو طبيعي زي النشا والسيلولوز والبروتين والجلايكوجين، ومنها ما هو صناعي زي البوليستر. إذا عندنا إجابة أي وأي 3 صح، أي وأي 3 صح، من عندنا أي صح وأي 3 صح. طيب سؤال تاني، نفس السؤال، بالمر التكاثف ها بوليمر مركب ثانوي صح، نوع بوليمر طبيعي او صناعي. طب السؤال، اي البوليمرات الاتيه تميز بانه متوسط الصلابه وعازل للحراره ويستخدم في السجاد والحبال؟ ها كلنا قلنا ده معروف ان الخواص دي من خواص البولي بروبين، انه متوسط الصلابه وعازل للحراره ويستخدم في السجاد والحبال، دي خواص البروبين. طب بروبين، بروب يعني كم ذره كربون؟ 3. طيب هنا 2 كربون ما ينفعش، ده بولي إيثين. طيب هنا 1 2 3 4 بولي بيوتين، هنا في كلور هو ده بولي فينيل كلورايد، اذا هو ده البولي بروبين. 3 ذرات كربون 1 2 3، عرفت احاديه قسم كبار وان ده بولي بروبين اللي هو بيتميز بيه الصفات. على الإجابة عندنا بي اللي هو البولي بروبين. طيب أي الأزواج الآتية التالية تعتبر بوليمر طبيعي؟ نشا وتيفلون، معروف إن نشا طبيعي بس تيفلون صناعي. بروتين سيلولوز، طبعا بروتين بوليمر طبيعي والسيلولوز بوليمر طبيعي، إذا الجواب عندنا رقم بي البروتين والسيلولوز. طيب نيجي بعد كده السؤال الأهم، ما العوامل المؤثرة على خواص البوليمر؟ اللي بأثر على خواص البوليمر 4 عوامل. نمرة 1 طول سلسلات البوليمر، 2 تفرع التفرع في السلسلة، 3 المجموعات القطبية الجانبية، 4 الوصلات بين سلاسل البوليمر. إذا العوامل المؤثرة على خواص البوليمر طول السلسلة، التفرع، مجموعات قطبية جانبية، وصلات بينين. منهم 3 عوامل بيزودوا صلابة البوليمر، 3 عوامل بيزود الصلابة، اللي هي طول السلسلة والمجموعات القطبية الجانبية والوصلات البينية،
ومنهم عامل واحد بس بقلل الصلابة والانصار اللي هو التفرعات، بالعامل اللي بقلل من صلابة بولمر وانصهار وبيلعب كوارنتن اللي هو التفرعات. طيب نشوف نمرة واحد، العوامل المؤثرة على خواص بولمر. طول سلسلة بولمر، كلما زاد طول السلسلة بيزيد قوة البولمر وصلابته. كل ما يزيد طول سلسلة بولمر بيزيد كوارنتن التشتتية. كل ما يزيد طول سلسلة بولمر بيزيد قوة العضلة التشتتية، فيزداد صلابة البولمر وقوته. العامل الثاني التفرع السلسلة، كل ما بيزيد التفرعات بتقل قوة البولمر وصلابته. فسر، لأن التفرعات تعمل على تباعد سلاسل البولمر عن بعضها، فتقل قوة الترابط بين الجزيئات. يعني تلعب في لندن، تفرعات تعمل على تباعد سلاسل البولمر عن بعضها، فتلعب في لندن الشتوتية. بينما الجزيئات الغير متفرعة تترتب فوق بعضها، فبتزيد قوة الترابط اللي هو لندن الشتوتية، وبالتالي تزداد الصلابة والانصهار. والتفرعات تعمل ايه؟ التفرعات كل ما يزيد التفرع بين سلاسل البولمر بتضعف قوة الأنظمة التشتتية، فبتقل قوة البولمر وصلابته. بينما السلاسل أو جزيئات البولمر الغير متفرعة تترتب فوق بعضها، فتزداد قوة الترابط البينية، فتزداد صلابة وانصهار البولمر. العامل الثالث، المجموعات الجانبية القطبية زي الـ OH والـ NH2. دخول مجموعات OH على سلاسل البولمر أو NH2، معروف إن الـ O والـ N لهما سلبية كهربية عالية، فيكون رابط هيدروجينية أو ثنائية القطب. والرابطة الهيدروجينية وثنائية القطب أقوى من قوى لندن التشتتية، فتزداد قوة التجاذب البينية، فتزيد صلابة البولمر وكثافته ودرجة انصهاره وغليانه ومتانته. بنقول مجموعات جانبية قطبية بتزود قوة التجاذب بين سلاسل البولمر، فتزيد صلابته وكثافته ودرجة انصهاره وغليانه. ليه؟ لأن هذه المجموعات الـ NH2 أو الـ OH تحتوي على عناصر زي الـ N نيتروجين والأكسجين لهما سلبية كهربية عالية، فبتغير القوة البينية من قوة لندن تشتتية إلى روابط هيدروجينية ثنائية القطب. بتغير قوة لندن التشتتية إلى روابط هيدروجينية ثنائية القطب، فتزداد صلابة وكثافة ودرجة انصهار البولمر. العامل الرابع، الوصلات بين سلاسل البولمر. الوصلات بين سلاسل البولمر بتزيد متانته وقوته. ليه؟ لأن الوصلات بين سلاسل البولمر تكون على شكل روابط وليست قوى بينية. إذا أكتر حاجة بتزود صلابة البولمر وقوته هو الوصلات. ليه؟ لأن الوصلات تكون على شكل روابط تساهمية، والربطة التساهمية بتكون أقوى من الهيدروجينية وأقوى من ثنائي القطب وأقوى من قوى لندن. فوجود وصلات في شكل روابط بتزود متانة وصلابة البولمر. لماذا؟ لأنها تكون على شكل روابط وليس قوى بينية. مثال، المطاط الطبيعي والمطاط الصناعي سيء اللزج. مطاط طبيعي، مطاط صناعي سيء اللزج. لا يمكن استخدامهم لصناعة إطارات السيارات، لا يمكن استخدامهم بإطارات السيارات، ولكن عند إضافة كمية معينة من الكبريت إلى المطاط الطبيعي والصناعي بيزيد صلابته ومتانته ويصبح صالحا لصناعة إطارات السيارات. ولما نضيف كمية معينة من الكبريت إلى المطاط الطبيعي والصناعي، إيه اللي بيحصل؟ تتكون جسور كبريتيدية بين السلاسل. يعني لما نضيف كمية معينة من الكبريت للمطاط، تتكون جسور كبريتيدية بين سلاسل البولمر، بتزود صلابته، بتزود متانته،
وتجعله خالي من المواد الصناعية. بس سؤال لك إيه؟ ما أصل إضافة كمية معينة من الكبريت المطاط؟ آه، تكون جسور كبريتيدية، بعدين بيزود صلابة البوليمر وتزود متانته وتجعله خالي من المواد السمرية. طيب نشوف كده، ده شكل بسيط يوضح البوليمر الشبكي بين سلاسل البوليمر والوصلات بينه. دي وصلات وليست تبرعات. الوصلات البينية بتكون في شكل روابط وليس قوى بينية، فبتزود صلابة البوليمر وانصهاره وتمت. طيب زي ما احنا شايفين كده، ده سلاسل بوليمر المطاط، ضفنا الكبريت، الكبريت كون روابط، روابط تساهمية، كون روابط بين سلاسل بوليمر، روابط زودت متانته وزودت ايه؟ صلابته وصلت هنا. سؤال، الشكل أدناه يمثل مونومرين مختلفين، ده واحد اثنين، ده واضح جدا ان هو بوليمر شبك اول، في وصلات بينية في صورة روابط، وده سلسلة مستقيم. أي البوليمرات متصلب بالحرارة؟ طبعا واضح متصلب، البوليمر إيه؟ البوليمر واحد متصلب بالحرارة. ليه؟ بس إجابتك لوجود وصلات بينية في صورة رابط سمكي، لوجود وصلات بينية في صورة رابط تساهمية، فيصعب فصل سلاسله بالتسخين، أو لأن البوليمر ذات تركيب شبك. بأمين أي البوليمرات متصلب؟ رقم واحد لوجود وصلات بينية في صورة رابط سمكي، فيصعب فصل سلاسله بالتسخين، أو لأنه ذات تركيب شبك. طيب سؤال تاني، ما تأثير عملية الفلكنة على الخصائص الفيزيائية للمطاط؟ وانا بتكلم عليها، إضافة كمية معينة من الكبريت إلى مطاط تبقى صناعة، بيعمل إيه؟ يعني قول معايا بقى، مين يقول؟ تكون جسور كبريتيدية، تكون جسور كبريتيدية بين السلاسل، تزيد صلابته ومتانته وتجعله خير من المواد السموية. نفس السؤال، فسر، لا يمكن إعادة صهر وتشكيل المطاط المفلكن، لأن إحنا لما ضفنا له كمية من الكبريت تكون جسور كبريتيدية بين السلاسل، الجسور دي زودت صلابة المطاط ومتانته وجعلته خالي من المواد الصمغية. طيب سؤال، يختلف سلوك البوليمر بتأثير درجة حرارة، وضح ذلك. كيف يختلف سلوك البوليمر باختلاف درجة إيه؟ حرارة أو بتأثير درجة حرارة. في عندنا بوليمر متصلب بالحرارة، بوليمر متصلب بالحرارة، وفي بوليمر متلين بالحرارة. يبقى في عندنا تحت تأشيرة درجة حرارة، في بوليمر متصلب بالحرارة، بوليمر متلين بالحرارة. المتصلب بالحرارة زي المطاط المفلت، يعني إيه؟ البوليمر يتصلب عند تسخينه، منين؟ حضره، نسخنه بقى صلب خلاص، مهما رفعنا درجة حرارته ومهما سخناه تاني لا يمكن إعادة تشكيله بالتسخين لصعوبة فصل السلاسل المكونة له. إذا بوليمر يتصلب عند تسخينه خلاص، تصلب خلاص، سخناه تاني لا يمكن إعادة صهره أو تشكيله بالتسخين. ليه؟ لصعوبة فصل السلاسل المكونة له. ليه برضه صعب نفصل السلاسل؟ يعني في روابط تساهمية بين سلاسل البوليمر، فيصعب فصل سلاسله بالتسخين زي المطاط المفلكن أو البوليمر اللي بيه تركيب شبكي. يبقى البوليمر متصلب، متصلب عند التسخين، لا يمكن إعادة صهره أو تشكيله بالتسخين، يعني في روابط تساهمية بين السلاسل، فيصعب فصل سلاسله بالتسخين أو لأنه ذات تركيب شبكي. ده بيستخدم في التطبيقات اللي تتطلب مقاوم عالي حرارة، مثل مقابل أواني الطهي عشان بتحمل تأثير عالية، والمواد التي تستخدم في تعقيم الأجهزة الطبية. ومن أمثلة هذه البوليمرات المطاط المفلكن، أو بوليمر اسمه البقالايت، اللي هو من أقدم البوليمرات التي تم تصنيعها. لما نشوف هنا البوليمر المتصلب بحرارة في روابط تساهمية بين السلاسل، في روابط تساهمية بين السلاسل،
فيصعب فصل سلسلته بالتسخين. طيب في بولمر لما نحط على النار يدوب مثل البوليستيرين. البوليستيرين خد بالك في بولي استر وفي بوليستيرين. البولي استر دي بالمره بالتكاثف، يعني بوليستيرين بالمره اضافه، بوليستيرين اللي قدامنا ده بالمره اضافه بالمتين بالحراره. بولمر يمكن اعاده صهره واعاده تشكيله بالتسخين، يمكن اعاده صهره واعاده تشكيله بالتسخين ليه؟ لسهوله فصل سلاسله التي تتحرك بسهولة أثناء التسخين. سهل لنفصل السلاسل عن بعضها ليه؟ لأن في قوة ضعيفة، في قوة بينية ضعيفة اللي هي قوة لندن التشتتين. فالبولمر المتلين بالحرارة مثل البوليستيرين يمكن إعادة صهره وتشكيله بالتسخين لسهولة فصل سلاسله، لأن في ضعف القوة البينية بين السلاسل اللي هي قوة لندن إيه؟ التشتتية. وينام سلام. ده رمز البوليسترين اللي هنوضحه بالشكل اللي جاي الصفحة القادمة. هذا البولمر يذوب في المثبات العضوية مثل البنزين والميثيل بنزين لو اضطر. نشوف كده البوليسترين نوع البلمرة إضافة، اسم المونومر استيرين، والاستيرين ده اللي هو فينيل إيثين، هو عبارة عن إيثين سي اتش 2 دبل بوند سي اتش 2 بدلنا ذرة هيدروجين في ذرة كربون من الاثنين بمجموعة سي 6 سي اتش 5. المونومر استيرين اللي هو فينيل إيثين اسمه في الأيوباك. نوع البولمر متلين بالحرارة وهو بولمر صناعة. لماذا يسهل فصل سلاسله بالتسخين؟ ضعف القوى البينية بين السلاسل اللي هي قوى لندن التشتتين. فسر يعتبر البوليسترين متلين بالحرارة لسهولة فصل سلاسله التي تتحرك بسهولة أثناء التسخين لوجود قوة بينية ضعيفة اللي هي قوة لندن إيه؟ تشتتية. طيب ما المنظر المكون للبوليسترين؟ شو ده إيثين؟ أي بالمرة إضافة أصلها الإيثين، بس الإيثين سي اتش 2 دبل بوند سي اتش 2، إحنا بدلنا اتش بسي 6 اتش 5 باسمه استيرين، استيرين أو فينيل إيثين، بدأ اسمه استيرين أو فينيل إيثين، إيه اللي تم؟ تتحول الرابطة الثنائية إلى رابطة أحادية، يعني هو بالمرة بالمرة إيه؟ إضافة. طب لما أديه مركب زي كده يقول لي ما اسم هذا البولمر؟ أقول له بوليستيرين. ما اسم المونومر؟ أقول له فينيل إيثين أو استيرين. طب يقول لي ما صيغة المونومر؟ أنا باخد وحدة واحدة من اللي بتكرروا دول. شوف أنا بعمل السهم إزاي؟ باخد وحدة واحدة من اللي بتكرروا دول وأخلي هنا رابطة ثنائية بس. آخد وحدة واحدة من اللي بتكرروا دول، أي وحدة هي متكررة، وأحط رابطة ثنائية فينيل إيثين منقبة المرة إضافة. طيب شوف مخلط هنا بالشكل اللي وضحها. شوف هنا قوة بينية ضعيفة. شوف النقط دي تدل على ضعف القوة البينية. قوة بينية ضعيفة. فده متلين بالحرارة، لأن هنا روابط تساهمية، روابط تساهمية وهي أقوى من القوى البينية، فبيكون ده متصلب بالحرارة. سؤال مهم، وجود قشور كبريتيدية تربط بين سلاسل المطاط المستخدم في صناعة إطارات السيارات. يعني القشور الكبريتيدية بتعمل إيه؟ بتزود صلابته وبتزود متانة المطاط وتجعله خالي من المواد الصمغية. والقشور الكبريتيدية بتزود الصلابة متانة وتجعل المطاط خالي من المواد الصمغية. طيب سؤال، لما بص ادرس المعادلات الكيميائية التالية لتكوين بولمر البقلايت. واجب على الأسئلة التالية. طبعا احنا كلنا عارفين ان البقلايت بولمر نوع متصلب بالحرارة. يعني ايه متصلب؟ لا يمكن فصل سلاسله بالتسخين لان في رابط تساهمية قوية. طيب اعطيني بولمر اهو، اعطيني خطوات تكوينه. طبعا ده فينول فورمالدهايد بيكون مونومر. المونومر ده يدخل هو المكون الاساسي في بلمرة التكاثف اللي عندنا اللي هو رقم بي، خطوة بي. هل يعتبر البقلايت بإضافة أم تكاثف؟ طبعا هنقدر نشوف هنا خارج ماء، ما دام خرج ماء من التفاعل فالبلمرة تكاثف. كذلك المونومر يحتوي على مجموعتين وظيفيتين هما
في اتنين OH اهو، مجموعتين وظيفيتين، وخرج بوليمر زائد ماء في البوليمر التكاثر. إذن هنا بوليمر تكون من تفاعل تكاثر، لأن تم التفاعل من خلال اتحاد مونومرات. كل مونومر به مجموعتين وظيفيتين وصاحب نزع جزيء ماء أي خروم ماء. طب هل يعتبر البقلايت متصلب بالحرارة أو متليم بالحرارة؟ طبعا بوليمر متصلب بالحرارة بسبب الروابط التساهمية التي تربط بين المونومرات في البوليمر تتجعله زي التركيب شبكي. ما خصائص البقلايت؟ طبعا درجة انصهار مرتفعة وقوة متانة عالية. طيب سؤال تاني، تختلف سلوك البوليمر عند تعرض الحرارة، ماذا يحدث عند الرسخين المطاط مفلكا؟ لا يمكن إعادة التشكيل، ما يحصلوش حاجة. ليه؟ لوجود روابط تساهمية بين السلاسل، فيصعب فصل السلاسل بالتسخين. البوليستيرين، طبعا البوليستيرين احنا عارفين ان بوليمر متليم بالحرارة، يمكن صهره وإعادة تشكيله بالتسخين، لأن فيه قوة بينية ضعيفة اللي هي القوة لندن التشتتية. كيف يختلف البوليئسين منخفض الكثافة عن مرتفع الكثافة عن حيث الصلابة؟ البوليئسين منخفض الكثافة أقل صلابة، البوليئسين منخفض الكثافة أقل صلابة، البوليئسين مرتفع الكثافة أعلى إيه؟ صلابة. لأن البوليئسين منخفض الكثافة بتفرعات كتير، فتكون قوى لندن اللي بيكون فيه كل مجال التفرعات بتضعف قوى البينية اللي هي قوى لندن التشتتية، بينما مرتفع الكثافة لا يوجد تفرعات فبتزيد قوة لندن التشتتية. طيب سؤال، ادرس الأجزاء الموضحة من البوليمرات المختلفة وأجل. سؤال، ما نوع القوى اللي بتنشأ بين سلاسل البوليمر؟ إيه؟ بص البوليمر إيه؟ القوى اللي فيها كربون وهيدروجين، كربون وهيدروجين، كل الموجود كربون وهيدروجين، إذا دي قوة لندن إيه؟ التشتتية، قوة لندن التشتتية. كيف تزيد هذه القوة؟ كل ما بيزيد طول السلسلة بيزيد قوة لندن، كل ما بيزيد طول السلسلة بيزيد قوة لندن، كل ما يزيد التفرعات بترفع أطراف قوة لندن. ما نوع القوى بين سلاسل بوليمر بي؟ خلاص بوليمر بي احنا عندنا عناصر ذات سالبية كهربية عالية زي الـ O والـ N، فبتكون روابط هيدروجينية اللي عندنا هنا. يبقى القوى في البوليمر بي هنا رابطة هيدروجينية لوجود مجموعات جانبية قطبية مثل الأمينو، أو لأن بها عناصر ذات سالبية عالية زي الـ N والـ O. طبعا ماذا يطلق على البوليمر سي؟ بوليمر شبكي، سي بوليمر شبكي في وصلات بينية بين السلاسل. أي البوليمرات لديه مقاومة عالية حرارة؟ طبعا بوليمر سي لديه مقاومة عالية حرارة بسبب وجود بوليمر شبكي أو وجود روابط تساهمية قوية بين السلاسل. سؤال، لما بص البلمرة اللي قدامي دي واضحة جدا إن هي بلمرة بإضافة. دايما في بلمرة الإضافة ملاقيش فيها يعني بنلاقي مفيش فيها أكسجين. في بلمرة التكاثر بلاقي فيه أكسجين، يعني خارج ماء، بلاقي فيه ماء ناتج، عادة ماء ناتج. فلما يجيب بلمرة زي كده ارسم الصيغة بتاع المونومر، عشان ارسم صيغة باخد واحدة بس من اللي بتكرر ده. شوف دي كده بس ماشي ازاي، اخد دي كده اهي اهي اهي، اخد دي كده او اخد دي كده واحط ربطة ربطة، اخد واحدة بس متكررة واحط ربط ثنائي، ده اسمه فينيل ايثين او استيارين، فينيل ايثين او استيارين. يبقى باخد واحدة واحدة متكررة واخد ربط ثنائي. نوع بالمرة اضافة، كيف يمكن ان يؤثر موقع حلقة البنزين؟ نقول قبل كده التسميات، اذا اتصل بحلقة البنزين ربطة ثنائية فلا يسمى بنزين، يسمى فينيل ويعتبر فرع. يعني هنا حالة بنزين فرع. طيب وجود الأفرع بتعمل إيه في لندن؟ بتلعب قوى لندن التشتتية. فكل ما زيد تفرع السلسلة الكربونية قلت قوى لندن التشتتية، قلت صلابة البوليمر وانصهاره وغليانه. وبكده نكون نشوف السؤال الأخير،
أي العبارات التالية صحيح عن البوليمر البوليستيرين؟ في البوليستيرين نوع بالمرة تكاثف غلط، نوع بالمرة إضافة. طبيعي ولو تركيب شبكي، طبعا هو صناعي، يتصلب بالتسخين غلط، لا يتصلب بالتسخين، ترتبط سلاسل البوليمر بقوة بينية ضعيفة فعلا، لأن البوليستيرين بوليمر متلم بالحرارة، فترتبط سلاسل البوليمر بقوة بينية ضعيفة. أي البوليمرات التالية بالمرة إضافة؟ مين يجاوب؟ جاوبنا من شوية. أيوة، البولي بروبين إضافة، بولي بروبين. أي من مال يصف البولي إيسين مرتفع الكثافة؟ بولي مرتفع الكثافة، بي كثير من التفرعات، معروف مرتفع الكثافة، لا يوجد تفرعات. درجة انصهار مرتفعة، طبعا درجة انصهار مرتفعة. تحت ضغط وحرارة مرتفعين، لا تحت وحرارة منخفضين. لا قدرة تحمل غلط، الإجابة اللي عندنا مرتفع الكثافة، درجة انصهار إيه؟ مرتفعة. السؤال ده احنا جاوبناه من قبل، فانت عايز تفكر فيه وتجاوبه تاني، كذلك نفس السؤال مكرر تاني. تمام، هنقول كده يكون انتهينا من الدرس البوليمر بتاعنا اللي هو يعتبر هو اخر درس عندنا. وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.